أنا نعتبر التجهيزات اللوجستية والكاميرات هذه حاجة ضرورية، ولو أنها جت متأخرة. احنا عندنا تقريبا 7 شهور ولا أكثر سمعنا اللي ثم 500 مليار في الميزانية الإضافية من أجل مقاومة الإرهاب والأمن. معناها وقع تأخير لليوم، ثم لجنة ومش تجي لجنة شراءات وتجي وتحدث، يعني ثم تأخير إن شاء الله ما يزيد شيء طويل برشا. هذه الملاحظة الأولى. الكاميرات هذه إيش مش تعاون على في 3 حاجات. أولا أهميتها في تسجيل المخالفات، 2 أهميتها في رصد التحركات المشبوهة، و3 أهميتها في إنصاف الناس بخصوص المخالفات. ينجم يكون واحد يقول تعرضت للهرسلة، واحد يقول تعرضت لضغط معين، إذن ستعين إلى حد ما هذه التجهيزات على لكن هذا نحب نقوله اللي هو جزء من العملية الأمنية، هو هام وضروري. شنية بقية الأجزاء في العملية الأمنية؟ إذن الجزء اللي يتعلق بالكاميرا وبالتجهيزات اللوجستية هذه تحدثنا فيها. العملية الأمنية هذه هي اللي هي مربط الفرس، فالعملية هذه أنا نعتقد أنها تكون متكاملة مع هذه التحضيرات اللوجستية اللي حكينا عليها، الكاميرات غير. ثم 4 عناصر أساسية تخلي العملية الأمنية في تونس تمشي في الطريق السليم. أولا هو دور المواطن، وهذا بدأ يتبدل في منذ الأشهر الأخيرة، وهذا مؤشر إيجابي. والناس اللي وقع الإعلام عن التحركات المشبوهة متاعهم كانت نتيجة دور المواطن. وزارة الداخلية كانت حاطت رقم أخضر على ذمة المواطنين الإبلاغ على أي تحركات مشبوهة. إذن هذا جزء من العملية الأمنية. الحاجة الثانية هو لابد أيضا أن نقول من انتقاء العاملين على هذه الآلات وتحليلها بدقة، يعني التحري حتى لا يكون هناك أناس غير أكفاء أو أناس مثلا ما معناها ما ينجمش نثقوا فيهم يتحطوا في الأماكن هذه. الحاجة الثالثة في العملية الأمنية هي يقظة رجل الأمن، يعني لنجاح واليقظة والجاهزية راهي تمشي مع التجهيزات. الحاجة الرابعة وهي ضرورية وأساسية بالنسبة لنجاح العملية الأمنية في تونس هي تحسين وضعية رجل الأمن. وإحنا نقولوا فيها ونعود، أنا اليوم جيت من منطقة حدودية برية ومازلت نشوف مساكن الأعوان متاعنا كيفناش الناس اللي ما عندهمش ماء، والناس اللي يشربوا من سيتيرنا، والناس اللي معناها في الماكلة يقعد يدبر في راسه، في حين أنه ثم أماكن بعيدة وأصعب وجبلية فيها كل التجهيزات. راهم من نجموش احنا نلغيو خلاف انه قلنا من قبل الوضعيه الماديه والقانونيه والحوافز الماديه لرجال الامن، ماهيش راي في ضايع، لان الاستثمار في الامن هو استثمار في اقتصاد البلاد. ومن هذا المنبر انا ادعو الاحزاب السياسيه بمختلف توجهاتها انهم يخليوا المؤسسه الامنيه، هما توا مخلينها اما على اساس احتياط، يخليه المؤسسة الأمنية تشتغل بكامل الاستقلالية. رأي هذيك صمام الأمان للبلاد. بالنسبة للسؤال اللي قلته حول وكالة، احنا وكالة الأمن القومي انا دعيت اليها منذ اكثر من 1.5 عام، واللي اليوم انا نذكر كم من مرة قلتها في هنا وفي دوتر بلاتو، والى اليوم مازلنا ما وصلناش لهذه، نقولوا ان شاء الله معناها ما تزيدش توخر اكثر. رأي وكالة الأمن القومي هي شنية؟ كل الأسلاك تتحط في جهاز واحد تحت إشراف رئاسة الحكومة، باش ما نقعدش أنا الأمني يعدي ولا البوليس يعدي بعد الداخلية وبعد رئاسة الجمهورية، مش رئاسة الحكومة أو يعني رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة. المهم قطاع يكون معناها، خاطر ما تنجمش تحط وكالة أمن القومي تحت وزارة الداخلية أو تحت وزارة الدفاع، لأنه مش يكونوا فيها الأسلاك الكل، المالية والدفاع والداخلية. هالوكالة هذه نتاع الأمن القومي راهي أولا تستحق باش الأعوان متاعنا يعملوا تدريبات وتربصات هامة.